فيليب كوتينو يلعب الكرة العرضية، المحاولة الرأسية وفي الجول. وقلنا يا جماعة مثل هذه المباريات، صلاح يتقدم للأمام والكرة ماشية وين؟ إلى فيرمينيو، العرضية يا سلام، عرضية فالثنائية ما أجملها للريدز في لحظة الانتفاض. هل يأتي العقاب من جانب صلاح؟ صلاح يتقدم للأمام، صلاح مر، صلاح فات، صلاح عرضية، سلام! ما أسرع الجواب وما أقصى العقاب يا غلين موري، ما أسرع العقاب وجاء الرد من جانب موري، موري وفيشكي باك جول فتسديدة ويا سلام! نعم خلف المرمى ابتسام الهدف. واحد فيليب كوتينيو تقدم للأمام ومحاولة يا سلام يا سلام.